بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من يخفى على الجميع بأن الآن أصدرت المحكمة ديال سيناب الدار البيضاء يعني في جريمة الأموال قرارها الابتدائي والذي قضى ببراءة المتهمين في قضية الدكتور تازي من جميع ما نسب إليهم فيما يتعلق بالتجارة في البشر، لأن التجارة في البشر لا يخفى على الجميع هناك فصول 448 من 1 إلى 448 من 9، وهي مجموعة من الفصول تعاقب مجموعة من الأفعال، ولذلك نقول لما نسب إليهم وأنا نعتبرها جريمة واحدة في مجموعة من التصرفات. هذا اللي خصني أعرف الرأي. الحمد لله الذي أقول بأنه هذه البراءة اليوم اللي أصدرتها المحكمة وعدم وجود يعني الأركان ديال هذه الجريمة في هذا الملف إن دل فإنه يدل على الصحة ديال المجتمع ديالنا المغربي. ما فيش هذه الظواهر الخطيرة التي تتعلق بالتجارة البشر، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا يزيد أكد على أننا نثق في قضائنا، وأنا قلتها في يعني في لقاءات سابقة على أنه ليس هناك تجارة البشر وليست هناك العناصر التكوينية للجريمة. الأحكام التي صدرت اليوم تتراوح ما بين سنة موقوف التنفيذ، وهي التي تخصنا نحن كدفاع على من نتولى الدفاع عنه، وباقي المتهمين ما بين يعني 3 سنوات إلى 5 سنوات. هذه هي العقوبة. أعتقد بأنه في نظر البعض أنها جد قاسية 5 سنوات، ولكن هذا مجرد حكم ابتدائي لعل يعني نشر دعوة قضية أمام أنظار الغرفة السينافية للجنايات، وهو الذي سيعطي إن شاء الله الأمل لهؤلاء ليبينوا للمحكمة بأنهم أبرياء منسوب إليهم. هذا هو الذي أتأكد من جريمة التجارة البشر كما قلنا مشاركة، وكانت التبرئة ديالو كذلك من النصب، وهذه يعني الأمور المستجدات. يعني أنا كنت أقولها دائما في جميع التصريحات، كنت دائما أقول بأن الدكتور تازي بعيد كل البعد عن هذه الأفعال، وقد صدق يعني الحدث ديالي والقراءة ديالي كانت صادقة، والحمد لله أنه أخذ هذه البراءة ديالو وسيعانق الحرية إن شاء الله اليوم بعد إتمام الإجراءات المسطرية. فات سنتين الزوجة ديالو 5 سنوات، 5 سنوات وأخ ديالو 5 سنوات، وباقي المتهمين 4 سنوات و3 سنوات. هذه هي العقوبات. نتمنى أننا في الاستئناف نبذل الجهد ويعني أكثر من مما بذلناه، ونتمنى أن نسلط الضوء على النقط اللي هي باقة موضوع نقاش وغامضة حتى تتضح الرؤية، وإن شاء الله ستكون الكلمة للمحكمة ديال الاستئناف ونأخذ البراءة. الدكتور حسن تازي سيعانق الحرية يومه، وباقي المتهمين منهم من حكم عليه ب5 سنوات كالسيد عبد الرزاق تازي والسيدة بن زكور، ومنهم من حكم ب4 سنوات منهم السيدة سعيدة علوم وكذلك السيدة منية بشقر، ومنهم من حكم ب3 سنوات منهم السيدة أمينة فنان وكذلك السيدة فاطمة الحكيمي، وأخيرا السيدة فاطمة زهراء القص 1 سنة موقوفة التنفيذ. أقول من هذه المنابر شكرا لقضائنا، ننحني إجلالا واحتراما له، شكرا لمملكتنا الشريفة التي أنجبت لنا مثل هؤلاء القضاة الذين يستمعون لنبض الدفاع، ينصفون يقدرون مجهودات الدفاع. المحكمة برأت جميع المتهمين من جريمة التجارة في البشر، وجميع المتهمين برأتهم كذلك من جرحة النصب، وأدانتهم فيما تبقى من متابعات اللي تلوتوا على مسامع هذه المنابر العقوبات قبل قليل.
تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.